افتتح المفتش العام بوزارة الداخلية ورئيس جامعة البحرين المحطة الثانية من معرض الصور التاريخية الذي تقيمه وزارة الداخلية بجامعة البحرين، حيث حظي المعرض بما يتضمنه من وثائق قديمة وصور وملابس تاريخية بتقدير واسع من الحضور. تستضيف جامعة البحرين معرض الصور المتنقلة والذي تقيمه وزارة الداخلية بمناسبة مئوية شرطة البحرين في تجسيد حقيقي لمنهجية الشراكة المجتمعية، إذ يتضمن المعرض والذي تعد جامعة البحرين محطته الثانية مجموعة متميزة من الصور والملابس التاريخية لشرطة البحرين والوثائق القديمة التي سبق إصدارها على مدى 100 عام. طبعا يقام هذا المعرض بتوجيهات من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، اللي هو يعتبر المعرض الثاني حاليا، لأن في قام المعرض الأول في مجمع السيف، فهذا اليوم يقام في هذا الصرح العريق البارز في البحرين، في جامعة البحرين. والمعرض يتكون من كذا قسم، قسم فيه المحررات مثل الأوراق والمحررات الرسمية مثل رخصة السياقة والجوازات والبطاقات الشخصية على جميع مراحلها من 100 عام إلى الآن. الحمد لله المعرض يعني المفروض الناس تشوف تاريخ الشرطة على جميع مراحلها، يعني إن شاء الله يكون يعني يغطي اللي احنا ودنا أن الجمهور يشوفه. هذا المعرض التاريخي لوزارة الداخلية الذي أقيم اليوم في رحاب جامعة البحرين، هذا المتحف الذي استعرض تاريخ شرطة البحرين بالصور القديمة والمنتقاة بكل عناية وتنظيم. أدعو طلابنا للاستفادة بالاطلاع على هذا المعرض. هذا المعرض حتما دليل كبير على الشراكة المجتمعية اللي بين جامعة البحرين ووزارة الداخلية عبر العقود حقيقة، ونحن دائما يسعدنا ويشرفنا وجود مثل هذه الفعاليات في جامعة البحرين، اللي هي تعزز المواطنة والانتماء لدى الطلاب. هذا المعرض الصراحة يبين مدى حرص الوزارة على ظهور التطور التاريخي للوزارة بعد مرور اللي هو 100 عام، وهذا يدل على الشراكة المجتمعية بين جامعة البحرين وبين اللي هو وزارة الداخلية لإعطاء صورة تاريخية لطلبتنا في الجامعة. يسعدنا اليوم طبعا أن نحتضن المعرض الصور التاريخية لشرطة البحرين بمناسبة مرور 100 عام. طبعا هذه مناسبة جدا غالية علينا، خصوصا احنا في كلية الآداب حيث ندرس تاريخ البحرين الحديث، فاليوم هاي فرصة طيبة حق طلبة جامعة البحرين انهم يشوفون بالصور الاشياء اللي كانوا يتعلمونها في الكتب الدراسية عن تاريخ البحرين، وهذه بيضيف الصورة حق الكلمة. يحكي معرض الصور محطات مضيئة من تاريخ شرطة البحرين ظلت خلالها أقرب للمواطن واهتماماته، ما يجعل المعرض جزءا من الثقافة الوطنية، ثقافة مجتمع يحمل في طياته مقومات التماسك والهوية الوطنية وترسخ جنباته أعمدة الانتماء الوطني. طبعا نشكر وزارة الداخلية على المعرض الجميل اللي يستعرض تاريخ وزارة الداخلية من البداية للنهاية، يعني يستعرضون لنا تاريخ اللباس العسكري، تاريخ الجوازات البحرينية، تاريخ الأمن العام في البحرين، شلون كانت بداياته، ومين كان قائد كل فترة من الفترات ولين الحين. المعرض اللي يقيم في جامعة البحرين برعاية وزارة الداخلية كان معرض جدا جميل، استفدنا منه أشياء ما كنا نعرفها حقيقة، مثل تاريخ وزارة الداخلية، حتى اللبس اللي كانوا يلبسونه قبل، أشياء جدا عززت عندنا روح الوطنية وكنا سعيدين إن احنا نشوفها قدامنا على أرض الواقع. وجود مثل هاي المعارض في جامعة البحرين تضيف للطالب الكثير وتنمي روح المواطنة فيه. هكذا ظلت شرطة البحرين على مدى 100 عام من عمرها متمسكة برسالتها النبيلة في حفظ أمن الوطن ونشر الاستقرار والطمأنينة في كافة أرجائه، وهي رسالة ستبقى مصدر فخر واعتزاز وفي الوقت ذاته محل تقدير مجتمعي واضح.